في الفيديوهات الماضية ركزنا على الإضاءات الوميضية الستروب لايتس، اللي هي إضاءة بس بتضرب ضربة واحدة حتى تصور فيها صورة تروفي، وهي إضاءة مفيدة لمصورين الفوتوغراف. لكن لو بدنا ندخل على عالم الفيديو أو اليوتيوبرز أو الستريمرز، اللي بشكل عام بدك أنت ضوي ظل شغال، بهاي الحالة بنسميه continuous light، إضاءة مستمرة. زي هسا أنا الفيديو اللي بشرح لكم فيه، أنا مشغل إضاءة مستمرة علي، على الخلفية وراي وعلي واللي معطيني هذا الرمل الأزرق، هاي بنسميها إضاءة مستمرة. هلا في أنواع إضاءة مستمرة كثير موجودة بالعالم، اليوم بدنا نحكي عن نوع معين اللي هو الـ LED COP أو الـ LED COP. COP معناها شريحة LED بتكون مركبة على بورد وبكون حجمها كثير صغير، وعادة هي رؤوس إضاءة حجمها صغير وبتركب عليها لايت موديفاير. في اليوم الفيديو رح نحكي عن 7 أنواع من أضواء الـ LED COP أو الكوب، لكن سعرها تحت الـ 200 دينار، وشكر خاص طبعا ليوكام لأنهم أمنوني برؤوس الإضاءة وهذا الفيديو برعايتهم. فخلينا نبلش. قبل ما أبلش شرح عنهم وأعمل مراجعة سريعة عن هاي الإضاءات، في مصطلحين مهمات جدا بدنا ننتبه لهم، اللي هو للتأكيد موضوع الـ LED COP Chip on Board، اللي هي الشريحة شايفينها الصغيرة، هاي الدائرة هي مجموعة LED مربوطة في بعض محطوطة على مبرد وبتطلع إضاءة كثير قوية. هلا كل ما كبرت الشريحة كل ما كبر قوة الضوء وكل ما احتاج مبرد أكبر وهكذا. هاي الشغلة الأولى بدنا ننتبه لها. وعادة عادة عادة رؤوس الإضاءة الكوب بتكون كثير كبيرة، لكن اليوم راح نحكي عن رؤوس إضاءة حجمها كثير صغير، أصغر من الكاميرا الدي سي آر اللي بتكون بإيدك تطلعه مع أصغر. وهذا هلا في شغلة ثانية مهم جدا نشرح عنها قبل ما نكمل المراجعة. كل مصدر إضاءة له لون معين مختلف عن الثاني. إيش يعني؟ أنت لما تروح على محل كهربائيات أو مواد كهربائية وتشتري من عنده لمبة، بتيجي بتقول له بدي عندك لمبة بيضاء ركبها عندي بالبيت، فبيجي بيسألك بدك إياه لون أبيض صحراوي ولا لون أبيض ثلجي. كيف يعني أبيض صحراوي أبيض ثلجي؟ اللي هو اللون الأبيض، أنا بدي أبيض. بيجي بقول لك لا، في أبيض بيجي شوي دافي يعني فيه شوية لون برتقالي، وفي أبيض بيجي منه شوية لون أزرق فمنسميه أبيض ثلجي اللي هو بيكون بارد شوي. هل هاي المصطلحات بالتصوير ما بتوفي معانا، لأنه في درجات كثير من اللون الأزرق أو في درجات كثير من اللون البرتقالي. فالفكرة هون أنه كل مصدر إضاءة له لون أبيض، لكن له أبيض دافي أو بارد، وله درجة معينة من قيسها بالكلفن، اللي هي إحدى وحدات قياس درجة الحرارة زي الفهرنهايت والسيلسيوس. فوحدة قياس الكلفن بنستخدمها حتى نعبر عن درجة حرارة الضوء أو قديه هو مايل للبرتقالي أو للأزرق. هلا أكثر درجة حرارة مشهورة اللي هي 5600 كلفن، أو بسموها داي لايت اللي هو ضوء الشمس المباشر، اللي هو أبيض 100%، لا هو دافي ولا هو بارد. فعنا مثلا هذا الضوء الأبتشر أمران 60 دي معناها الديلايت، فهنا الشركة بتحكي لك إنه هذا الضوء درجة حرارته 5600 كلفن، فهذا بيعطيك أبيض، يعني لما أضوي علي لا بيكون كثير دافي ولا بيكون كثير بارد، خلص أبيض بالنص زي الكي لايت اللي هلا علي 5600 كلفن. هلا بدنا ننتبه لشغلة هون راح نتلخبط شوي. كل ما قل الرقم يعني مثلا 2700 كلفن الضوء بصير كثير برتقالي دافي، يعني زي الضوء اللي عندي على الخلفية هسا 2700 كلفن، وكل ما زادت الكلفن أو درجة حرارة الضوء بيكون أقرب للون الأزرق. لاحظ إنه المعلومة يمكن لخبطتك شوي، إنه كل ما زاد الرقم أو زادت درجة الحرارة بيقلب للون الأزرق. طيب يا لي المفروض إنه زادت درجة حرارته يقلب للون البرتقالي. اسمع، يا تحفظها وتعمل سكيب للشرح اللي راح أعمله هسا وتريح راسك، أو تركز معي بالشرح. الفكرة من وين إجت؟ إنه لما تجيب أي إشي أنت، أوكي، أو خلينا نجيب معدن، أي معدن وانت تبلش تسخنه ترفع درجة حرارته توصل 2700 كلفن بصير يصدر شعاع لونه برتقالي. لما ترفع درجة حرارته أكثر بصير يقلب للون الأزرق، فأنت النار الغاز لما تلاقيها كثير عالية بتصير بتلاقيها قلبت للأزرق. فهون اجت الفكرة أنه كل ما زادت درجة حرارة الضوء كل ما قلب لونه للأزرق. فأنا مثلا عندي هلا زي ما حكينا الريم لايت أو الباك لايت هلا اللي عاطيني حواف زرقاء، هذا تقريبا درجة حرارته 7200 كلفن. فمشان نفهم بالضبط شو اللي عم بيصير، خليني أطفي الكي لايت علي. الخلفية عليها مصدر إضاءة درجة حرارته 2700 كلفن، وعلي أنا ليو الموديل فيه باك لايت أو رمات لون أزرق من إضاءة درجة حرارتها 7200 كلفن. هلا طبعا ما بدي أصور زي هيك، أنا المفروض انه مشان تكون الوان وجهي طبيعية وبشرتي طبيعية بضوي علي ضوء درجة حرارته 5600 كلفن. طب ليش يا ليو شرحت لنا عن هذا الموضوع هسا؟ لانه في رؤوس اضاءة رح اشرح عنها اليوم فيها نطاق او رينج من 2700 كلفن لحد 6500 كلفن، فانت بتقدر تغير درجة حرارة الضوء منه فيه، ما بيكون ثابت خلص زي هذا مثلا 5600 كلفن، لا هذاك تقدر تتحكم فيه زي الضوء اللي عندي على الخلفية، انا غيرته من ابيض ثلجي نحكي لابيض صحراوي
حتى يعطيني لون دافي على الخلفية، وعملت باكلايت أو رمات علي بلون أزرق مكمل للون الخلفية، فهاي الألوان بتكون مع بعض بتعمل تناسق أو هارموني وبتطلع الفيديو جميل وبتفصل الموديل عن الخلفية. فهاي واحدة من الطرق إنك كيف تفصل الموديل أو المنتج عن الخلفية إذا بدك تصوره وتطلع صورة جميلة وفيها ألوان مميزة. نبلش بإضاءات الأبيتشر أمران 60. في عنا 60 دي، دي معناها daylight، فهذا درجة حرارته 5600 كلفن، وفي عنا 60 اكس اللي هو درجة حرارته متغير من 2700 كلفن لحد 6500 كلفن، وهم الاثنين نسخة طبق الاصل عن بعض، لكن ال 60 اكس عليه كبسة حمراء هون النوب بتاعته حمراء مشان تميز بينهم الاثنين. فانا مشان ابسط الشرح عليهم الاثنين خلص راح استخدم ال 60 اكس بهذا الفيديو واشيل ال 60 دي. بالنسبة للأمران 60 اكس و 60 دي كبساتهم جدا جدا بسيطة، عندك كبسة الباور اون واوف بتضوي بتشغله من ورا في مدخل للشاحن، وحلو بتقدر تلف مدخل الشاحن حتى يظل ثابت ما يطلع من محله، وفي عندك كمان هاي النوب اللي بتتحكم بقوته. لكن على ال 60 اكس بتقدر تظل كابس عليها وبتحول لدرجة الحرارة. على الجهة اليمين بدنا ننتبه لهذا الاشي، في مكان للفي ماونت باتري بتقدر تركب عليه انت في ماونت باتري تستخدمه بدون الشاحن تاعه، او في ادابتر خاص بتقدر تركبه وتحط عليه بطاريات السوني ال NBF اظن اسمها المعروفة بطاريات السوني، وبتقدر تركبها عليه بطاريتين حتى تستخدمه عكامل قوته. بالنسبة للجهة اليسار في شاشة كثير واضحة، هاي انا بدي اضويه، واضحة جدا وبسيطة جدا، خلص القوة فوق درجة الحرارة تحت، وإشارة البلوتوث. البلوتوث بسبب انه انت بتقدر تشبك هذا الضوء على تليفونك. بالنسبه لاضاءات ابيتشر كامله بتقدر تشبكهم على تطبيق اسمه سايدس لينك، فبتقدر تتحكم بقوته ودرجه حرارته عن طريق تليفونك. وفي كبسه صغيره هون اللي هي البلوتوث ريسيت، انه اذا انت بدك ترجع تشبك البلوتوث عليه من جديد. فانا هسه بقدر اغير قوته، بقدر الف العجل، بقدر اخليه 100% 60 واط، يعني هو 60 دي او 60 اكس، 60 مقصود فيها 60 واط، فانا هلا 50% يعني 30 واط والى اخره. هلا حركته شوي بطيئه، انا من 50 ل 60 ل 100%، فاذا بدي امشي بقوته اسرع بقدر اكبس كبسه بحول 80% كمان كبسه بنط ل 100%. فهلا بدي اخفف قوته مشان اشرح لكم عن درجه حرارته المختلفه، فبدي اخليها مثلا 1%، بنزل طبعا من 1% ل 100%، وبتقدر تخليه 0% يطفي على الاخر. هلا بال 60 اكس في خيار زياده اللي هو انت بتقدر تغير درجه حراره الضوء، فبتضل كابس على النوب الحمراء بحول السهم لتحت للكلفن، فلاحظ انه هو هلا 5600 كلفن، يعني نفس الضوء اللي علي نفس درجة الحرارة الاثنين. فاذا بدي اخليه ادفى مشان يبين التأثير قدامكم بدي اطفي الكي لايت، وبدي اخفض درجة حرارته مثلا، لاحظوا كل ما قللت الرقم راح يصير اللون ادفى، فراح تقلب بشرتي على لون برتقالي اكثر. فهون بوصل لحد 2700 كلفن. اذا بدي اخليها ابرد ما بوصل لل 7000 لكن بوصل لحد 6500، 6500 اللي هو ابيض شوي بارد شوي. هلا اذا بدي امشي بدرجات الحراره اسرع بقدر اكبس على النوب كبسه واحده وبحول بينهم اسرع. كمان اهم شغله بدنا ننتبه لها انه هذا الضوء بدعم الباونز ماونت، فبدي تنتبهوا انه الريفلكتر اللي بيجي معاه بالشنطه كثير صغير، هذا ميني ريفلكتر، فانا بقدر اركب عليه اي لايت موديفاير بدعم الباونز ماونت. واتوقع من كل فيديوهات الماضي صرت تعرف شو هي الباونز ماونت، فهذا اشي جدا ممتاز، لانه كل المعدات اللي عندي بالاستوديو كليو او حتى على مستوى العالم 90% منها باونز ماونت، فانا بقدر اركبه عليه، وهي السنوت صار جاهز عليه بقدر اشغله وحاط عليه انا فلتر احمر مع سنوت وجريد. ولو انت ما عندك اي لايت موديفايرز، الادابتر اللي بيجي معاه بالشنطه اللي بركب الضوء على الستاند فيه مدخل للامبريلا، فانا بقدر افتح الامبريلا واركبه عليه بكل سهوله، وهيك بصير جاهز للاستخدام ويعطيني ضوء ناعم وبتكلف كثير قليله. يعني الامبريلا قد ايه بدها تكلف؟ 8 دنانير 10 دنانير ماكسيمم. فهي بدي اشغله وازيد قوته اخليها 100% واجرب احطه كي لايت علي. فلاحظوا انه مع امبريلا الضوء كثير كثير قوي، الشتر عندي 1 على 50، الفتحه 3.5، والايزو 400، فانا مضطر انزل الايزو حتى الاضاءه تطلع صحيحه على وجهي. فهي نزلت الايزو هسه ل 100، طلعوا كيف الاضاءه جدا ممتازه، حجمه كثير صغير، امبريلا تكلفه مش كثير عاليه، وهذا ممكن يفيدني كثير لليوتيوب او لتصوير اي فيديو بدي اياه. هلا بالنسبه لاخر شيء بدنا ننتبه له اللي هو صوت المروحه تاعته. فانا هلا هيني واقف جنبه تقريبا بعد بينه وبينه متر، انا نفسي مش سامع صوت المروحه، فمستحيل يطلع عندكم على المايك. فانا هلا بدي اجرب بس اني اقرب المايك كثير من المروحه ونشوف شو راح تفرق. فهيني بدي اقرب المايك من المروحه ونشوف راح تلقط الصوت ولا لا. ما في صوت نهائي مع انها شغاله، صحيح ما بتقدر تطفوها، بس يعني لما ألزق إذن التلزيق بسمع صوت المروحة، بعد عن هيك ما في صوت نهائي، فما راح يأثر عليك نهائي بشغل الفيديو. يا أخي رهيب صراحة، يعني أنا مبهر جدا بالنسبة لحجمه الصغير وطريقة تصنيعه، مع أنه بلاستيك مش حديد زي 120 دي و 300 دي مشان يقللوا من سعره. يعني إحنا بنحكي هون عن رأس إضاءة COB أقل من 200 دينار سعره، ومتغير درجة حرارته كمان من 2700 ل 6500 كلفن. نحكي عن أخوهم الكبير هسه الأبيتشر أمران 100 دي، دي زي ما حكينا daylight معناها درجة حرارة هذا الضوء 5600 كلفن، كثير كبير بدعم الباونز ماونت زي ما انتم شايفين، وكمان فيه مدخل للأمبريلا،
جديد صاروا ينتبهوا ابيتشر لهي القصة، ما كانش في على ال 120 دي وال 300 دي مدخل للامبريلا، غريب. هلا كجودة زيه زي 60 دي و 60 اكس، مصنع من البلاستيك لكن مبين عليه فخم، يعني حتى لو انه بلاستيك مش حديد زي ال 120 دي وال 300 دي بس راح رهيب جدا. هلا الراسية، حتى الراسية هاي بلاستيك كمان مش حديد، بس رهيب يعني مبين عليه اشي كثير فخم. وبالنسبة لكبساته بسيطة جدا جدا، الباور هاي اون اوف تضويب وتشغله، النوب هاي بتحرك قوته من 0% ل 100%، واذا بتكبس عليها بتزيد 20 درجة، هاي 40 60 80 وهي 100% اللي هي 100 واط 100 دي. وكمان كبسة البلوتوث ريسيت حتى تشبكه على تليفونك عن طريق البلوتوث، تستخدم تطبيق سايدس لينك. بس في شغلة صغيرة انا مستغرب منها صراحة، انه الليبل على الكيبل وعلى المدخل هون لونه اصفر. ابيتشر كثير بيركزوا على البراندنج تاعهم، هم بيستخدموا اللون الاحمر بمعداتهم زي ما شفنا بالابيتشر 60 اكس، فهي غريبة علي. بكل الاحوال الكيبل اللي بيستخدموه اللي هو الاكس ال ار زي تاعون المايكروفون، فبدك تنتبه وانت بتركبه. غير هيك الباور ادابتر او الشاحن تاعه بيجي معاه السلك الحديد هذا مشان انت تعلقه على الستاند وما يكون الشاحن على الارض عم بنط. اما بالنسبه لاخر شيء لصوت المروحه، هي انا حطيته على فول باور، هي 100%، فصوت المروحه معدوم. يعني انا باذني هلا مش سامع، فاكيد ما راح يطلع المايك، بس يمكن بس تحط اذنك على الجهاز ببين، فهو ملغي بالكامل. فما تقلق من ناحيه تصوير فيديو انه ممكن صوت المروحه ياثر على الفيديو تاعك. نحكي هسه عن النان لايت فورزا 60 بي، ومكتوب عليه كلمة باي كالر. باي كالر مقصود فيها انه درجة حرارته متغيرة، فهذا الضوء درجة حرارته من 2700 كلفن لحد 6500 كلفن زي الابيتشر 60 اكس بالضبط. حجمه كثير صغير والبلد كواليتي كثير كثير عالية، مبين كأنه حديد وروبست كثير قوي، بس هو هون بلاستيك، هون بلاستيك، بلاستيك، الرفلكتر هون حديد مش بلاستيك. بدنا ننتبه لشغلة انه هذا الضوء ما بدعم الباونز ماونت، حجمه كثير صغير، اطلعوا اصغر بكثير من الباونز ماونت الاعتيادي. فانت اذا عندك لايت موديفايرز بدعم الباونز ماونت، بدك تجيب ادابتر يتركب عليه وتركب عليه اكسسوارات الباونز ماونت، او انك تشتري له السوفت بوكس الخاص فيه، بكون حجمه كثير صغير الماونت تاعه بتركب عليه. هلا الهايبر ريفلكتر هذا بيجي معاه بالشنطه، مش هالمعضله اللي كثير كبيره، بس انت للاحتياط انه اذا مفكر تركب عليه لايت موديفايرز حتى امبريلا ما له مدخل عليه، بدك تحط هاي النقطه بعين الاعتبار. بالنسبه لواجهه المستخدم بسيطه جدا جدا، هي كبسه اون واوف وتشغل الباور تاعته، لكن باخذ شويه وقت عبين ما يشتغل. وفي عندك مفتاحين للتحكم عليه، المفتاح الاول بتحكم بالجزء اللي فوق اللي هو قوه الضوء، وبس تكبس عليه بحول على درجه حرارته، فهو هلا 5600 كلفن، بقدر اخليها 2700 كلفن، لاحظوا انه الضوء صار شوي دافي، او برفعها ل 6500 كلفن اللي هو شوي بارد. برجع بكبسون بغير على البرايتنس تاعه، فممكن يوصل لحد 100%. هلا بالنسبة لمفتاح التحكم الثاني، بتحكم بالإفكتات اللي موجودة عليه، فمثلا بقدر أخليه يحط إفكت إنه يقوي الضوء ويرجع يضعفه، أو في عندك الفلاش يصير يضرب زي الفلاشات، أو هذا البلس. بس أنا مش كثير بحكي عن الإفكتات، لأنه كمان الأبيتشر 100D و60X و60D عليهم الإفكتات، بس مش الكثير الاستخدام مهم تاعهم. بس في شغلة بدنا ننتبه لها، إنه إحنا بنقدر نطفي المروحة اللي عليه، لأنه صراحة المروحة اللي عليه صوتها مسموع نوعا ما. فأنا المايك طول وقت الفيديو كانت المروحة شغالة وأنا كثير قريب عليه، لكن كنت بحكي في صوت بالخلفية. فهلا خلينا نشوف راح تقدروا تسمعوا صوت المروحة أو لا. صوت يعني موجود، أنا قادر أسمعه بإذني، بعرفش إذا طالع على المايك، لكن في خيار إنك تطفيه. بس وين الفكرة؟ إذا طفيته هي بقدر أكبس وأطفيه، راح تقل قوته فورا ل 30% مش للنص. عادة رؤوس الإضاءة بس تطفي مروحتها بتقل قوتها للنص، لكن هذا بقل له 30%. وآخر شيء الشاحن تاعه بيجي معاه هذا السلك الحديد الحبل حتى أنت تعلقه على الستاند وخلص، وبيجي كمان عليه في ماونت باتري بتقدر تركب عليه بطارية وتستخدمه للضوء. نيجي نحكي هسا عن الجادوكس SL 60. 60 واط من اسمه مختصرين الموضوع، والكلر تمبريتشر درجة حرارته 5600 كلفن اللي هي ديلايت اللي موجودة عليها كل الإضاءات زي الضوء اللي عليه هسه. وصراحة أنا أول إضاءات COB جبتها لما بلشت شغل بالفيديو كانت اللي هي الجادوكس SL بس 200 واط مش 60 واط، اللي هو أقوى منه 3 مرات تقريبا. حجمه كثير كبير، البلد كواليتي جدا ممتازة، بركب عليه باونز ماونت، في له مدخل للأمبريلا من تحت كمان. الجادوكس كل إضاءاتهم زي هيك. هلا في شغلة واحدة بدي أحكي عنها بس بتركيب الكيبل، أنا ممكن أركبه بكل بساطة زي هيك وخلص اشغل الضوء ويصير جاهز للاستخدام، لكن في مشكله انه ممكن حدا يتدعثر بالكيبل ويوقعه ويشده. لما كنت اشتغل مع خليل الشويش الله يرحمه اعطاني هاي النصيحه، قال لي انه الكيبل ما توصله مباشره على الضوء زي هيك، حاول تلفه من الايد من فوق لفه واحده بعدين تركبه بالضوء وتشغله، هيك شو ما صار او حدا تدعثر او شد السلك ما راح يخرب القابس من هون، راح يشد الضوء كله. موضوعه بسيط جدا، هي الاون والاوف بس، وبقدر اغير من قوته من 10% مش 1% من 10% ل 100%. وصراحة هذا المفتاح بكبس لجوه بس ما بيعمل أي إشي نهائي،
في كبسة الجروب والشانل اللي هو إذا بدك تستخدم ريموت تشتريه منفصل لحاله مشان تتحكم فيه عن بعد. هلا فيه إشي زيادة مؤشر لدرجة الحرارة اللي هو 29 سلسيوس حاليا وراح يزيد لأن أنا طاف الكونديشن والضوء عم بتزيد حرارته، فأنا بدي استناه لحد ما تزيد درجة حرارته وتشتغل المروحة على أقصى طاقة وأشوف هل نقدر نسمعها أو لا. خلينا أغير الرفلكتر بسنوت مشان ما يخرب كثير على الخلفية. هلا كمان شغل السنوت لأنه حجمه كثير صغير وبيخلي الحرارة تزيد أسرع بكثير من الرفلكتر لأنه مغلق زي هيك، فالمفروض انه درجة الحرارة تزيد بسرعة، هي 35 هي 36 وراح تزيد اكثر. المروحة لسه صوتها مش مسموع نهائي، هي تقريبا درجة حرارته قربت توصل ل 50 سلسيوس اللي هو ضعف من لما كان شغال، هي وصلت 50. السنوت دافي يعني بقدر احط ايدي عليه بس بقدرش اطول عليه صراحة، ولحد هسه المروحة هادي كثير، ما بعرف اذا في فرق بس ما في صوت نهائي. وهون المروحة ما بقدر أطفيها وأشغلها عكيفي زي النان لايت، هون هي بتشتغل أوتوماتيك لحالها وصراحة تأثيرها معدوم، يعني الصوت من ناحية صوت ما في صوت نهائي ما راح يخرب علي بالفيديو. بس بكل الأحوال خلينا عبين ما نستنى درجة حرارته ترتفع أكثر. اللي حضر الستوريز عندي اليومين الماضيات أنا أعلنت عن جائزة بدي أعطيها لحد من المتابعين. الجائزة راح تكون عبارة عن القدوكس SL 60 مع سوفت بوكس، لأنه لحاله ما راح تقدر تشتغل فيه، مع سوفت بوكس كبير وستاند ثقيل هيفي ديوتي. كل المطلوب منك حتى تدخل السحب على هاي الجائزة إنك تشير مقطع من اليوتيوب، من الإنستغرام، من الفيسبوك، أي مكان ذكرت فيه أنا معلومة مهمة إلك وجديدة كانت عليك، وتعمل لي منشن على الإنستغرام أو الفيسبوك، ما في أي مشكلة، هيك أنت بتكون جاهز تدخل على السحب. ولأنه يوكام دعموني بالجائزة كمان يشترط على اللي بده يدخل السحب إنه يكون متابع حسابي على الإنستغرام وحسابهم على الإنستغرام. بعد ما حكينا الخبر حلو خلينا نكمل المراجعة. هي تقريبا وصل 60 سلسيوس بس لسه صوت المروحة نفسه ما اختلف نهائي. فخلينا هلا ننتقل لأخوه الكبير الـ SL100. هلا بالنسبة للـ SL100 وكل فئة الـ SL200 أنا الضوء الرئيسي اللي عندي بكل فيديوهات اليوتيوب اللي شفتوها اللي هو الـ SL200 مارك 2 مش مارك 1، لكن أنا ما راح أشرح عنهم لأنه فيديو اليوم اللي هو إضاءة الـ COB اللي أقل من 200 دينار أردني. واضح إنه هذا الضوء الأكبر حجما بين كل الإضاءات اللي شفناها هسه. هلا قوته 100 واط ودرجة حرارته 5600 كلفن. وبالنسبة للضوء شرحه بسيط جدا، كبسة الباور بتشغله بس في مفتاح لقوته بتقدر أنت تزيده ل 100% يوصل ل 100 واط أو تقللها، ما في 0% هون بس معك ل 10%. وكمان الشانل والجروب إذا بدك تستخدم الريموت الخاص فيه منفصل بنباع لحاله. واخر شيء اللي هو درجة الحرارة تاعت راس الإضاءة قديه موجودة هون. وبالنسبة لصوت المروحة صراحة معدوم زي الابيتشر 60 وال100 دي، بس اقرب اذني ببلش يطلع الصوت، فعلى المايك ما اتوقع يبين عندكم مستحيل. فما تقلق من ناحية صوت المروحة اذا راح يأثر عندك على تصوير الفيديو او لا. المفروض هلا الريفيو تكون خلصت، لكن يوكام بعثوا لي ضوء واحد زيادة سعره ارخص من كل اللي ذكرناهم سابقا ومواصفاته اعلى. البراند هاي جديدة علي، الاي ماكس، هاي النسخة اللي هي ال160 برو. هلا ال160 مش الوات، هو قوته 80 واط، والكلر تمبريتشر تاعته متغيره باي كلر من 2700 كلفن لحد 6500 كلفن. فانت لما تيجي تقول لي مواصفات اعلى من كل اللي ذكرناهم سابقا وسعر اقل منهم كلهم، معناته هذا منافس جدا، الا ما يكون في عيب بنحاول ندور دائما على عيوب فيهم. فانتبهت انه في ثلاث اشياء هي ممكن تكون سلبيه فيه. الاولى انه ما فيه شاشه، يعني ما بتقدر تشوف قد ايه القوه او درجه الحراره، فيه بس نوبس انت بتتحكم بقوته، فبتكبسها بتشغله، فهون مبين انه فول باور أو هنا 1%. وهون أنا بقدر أغير درجة حرارته من 6500 كلفن لحد 2700 كلفن، لكن ما في شاشة بتحدد إيش الرقم اللي أنا حاط. الشغلة الثانية صوت المروحة الواضح، فأتوقع هلا لو أنا كتمت صوتي راح تسمع صوت المروحة. فأنا هلا على بعد متر منه، يمكن الصوت لسه موجود شوي، لكن هذا الصوت البسيط أنت ممكن تلغيه بالمونتاج إذا بدك. الشغلة الثالثة اللي انتبهت لها إنه الشاحن تاعه نوعا ما بحمى لما تشغله على أقصى طاقة ولوقت طويل. هلا أنا كيف اختبرته؟ هلا هو بيركب عليه لايت موديفايرز الباونز مان، فبكل المقاطع الماضية عن رؤوس الإضاءة اللي شفتوهم قبل شوي، الإضاءة اللي على الخلفية وراي الضاوي أحمر كانت الآي ماكس 160 برو، فأنا بدلته هسه بالقدكس SL 60 وركبت عليه الفلتر الأحمر حتى أقدر أشرح عن الآي ماكس 160 برو. فهل تنصح فيه ليو؟ صراحة وضعه غريب جدا، يعني انت بتحكي 80 واط باي كلر من 2700 كلفن لحد 6500 كلفن، بدعم البونز ماوت، حجمه صغير وسعره ارخص من كل البقية، وفوق هذا كله بتقدر تتحكم فيه بالريموت اللي بيجي معاه بالكرتون عن بعد. فانا بقدر اضويه واستبعده عن وجهي، هي شغلته، هي طفيته، بدي اخليه مثلا 5600 كلفن داي لايت بغير، بدي ارجعه 3200 كلفن، اوه مش 2700، 3200 كلفن. واذا بدي بتحكم بالكلر بقدر ازيده وبقدر اقلله، في الدمر بقدر اتحكم بقوته ازيدها واقللها، وفي 20% 50% و100%، فهي 100% وهي 20%، وفي تاثيرات ثانيه الشمعة واظن هذول البرق. بس يعني زي ما حكيت الافكتات انا ما بحب اشرح عنهم كثير لانه
مش هالاستخدام الخرافي لهم، هي اتوقع انه اشي تسويقي اكثر. نشوف شو موجود في كرتونة كل ذو. نبدا اول اشي بالابيتشر امران 60D. ال 60D وال 60X نسخة طبق الاصل عن بعض، حتى محتويات الشنطة نفسها. بداية الراس الاضاءة الكتكوت الصغير هذا جودته كثير عالية، مع انه من البلاستيك، الميني ريفليكتر ومش طبيعي شو صغير، كيبل الشاحن وكثير صراحة ثقيل، والشاحن نفسه. اخر اشي الادابتر اللي بخليك تركب الضوء على الستاند. بالنسبة لاخوهم الكبير الامران ميدي بيجي بس ريفليكتر، هاي الاسفنج بتحميه مشان ما ينطعج، راس الإضاءة، الكيبل وشاحن تاعه. هلا الشاحن بيجي عليه سلك حديد مشان تعلقه على الستاند. أما بالنسبة للنانلايت فورزا 60B بيجي مع شنطة كثير قوية، الكتيب، راس الإضاءة، الرفليكتر وبيكون فيه جوا كرتونة مشان ما ينطعج، الشاحن والكيبل تاعه، وآخر شيء فيه الستراب اللي بيخلي الشنطة محمولة على الكتف. بالنسبة للقادوكس SL 60 واط موضوع بسيط، فيه الكتيب، الكيبل، راس الإضاءة والرفليكتر، ما في أي شيء ثاني بالكرتونة. ونفس الشيء القادوكس SL 100، راس الإضاءة، الرفليكتر والكيبل تاعه. أما بالنسبة للآي ماكس 160 برو، كتيب، الشاحن، راس الإضاءة والريموت، ما في أي شيء ثاني بالكرتونة. هلأ إجا وقت نقيس قوة مصادر الإضاءة. كيف راح أقيس قوتهم؟ عن طريق استخدام لايت ميتر. راح أستخدم ثلاث لايت موديفايرز، الرفليكتر اللي بيجي مع مصدر الإضاءة بكرتونته، بعدين راح أرجع أقيس قوتهم باستخدام الأمبريلا، راح تكون وايت ترانسبيرنت، وآخر لايت موديفاير نحكي المستوى الاحترافي اللي هو أوكتا بوكس أو سوفت بوكس، بغض النظر حجمه كبير 90 سنتي هون إحنا بنحكي، وفيه طبقتين تنعيم، وراح أركب الجريد كمان عليه مشان أشوف قديم ممكن نحتاج فتحة إذا بدي استخدمه هذا السيت أب كامل مع رأس الإضاءة. بالنسبة لللايت ميتر راح أحط الإعدادات اللي أنا حاطها على كاميرتي حاليا، اللي هو ايزو 800، انتبهوا ايزو 800، والشتر 1:50. خلص معروف انه الشتر في تصوير الفيديو خصوصا انا بالاردن 1:50 اذا ما بتصور سلو موشن. بعدين بحدد لنا اللايت ميتر قد ايه الفتحه اللي احنا بنحتاجها حتى نطلع الاضاءه صحيحه 100%. فمشان الاختبار يكون صحيح 100% لازم اطفي الكي لايت عندي، بعديها بنضوي راس الاضاءه وبنحاول نلغي اي اضاءه ثانيه موجوده بالاستوديو، سكرت الشباك، طفيت التلفزيون الى اخره. فعلى شتر 1:50 وايزو 800 بنحتاج فتحه لازم ابعد عن الضوء مشان ما ياثر عليه. ثاني فتحه 72 للابيتشر امران 60X، وعلى كلر تمبريتشر 5600 كلفن مع الريفليكتر اللي بيجي معاه بالكرتونه. مع الامبريلا اعطاني فتحه 18، مع الاوكتا بوكس هلا خلينا نجرب 8. هلا بدنا ننتبه لهالشغله، المسافه قلت بطلت متر لانه السوفت بوكس كبير، بس انا الفكره انه خلص مكان الضوء ثابت. انت عندك مثلا مساحه الاستوديو صغيره، بدك تحط الضوء بالزاويه وتركب عليه الاوكتا بوكس، مع انه الاصح انه انا اخلي المسافه متر من هون لازم، بس خلص هيك الانسب من ناحيه تطبيق عملي، لانه انت لما تكون بالاستوديو ما راح تلزق الضوء بالحيط، يعني الاوكتا بوكس ما راح يبلش من طرف الحيط. فحتى نكون دقيقين 100% المسافه صارت تقريبا 70 سنتي. فهذا الشيء حطوه بعين الاعتبار لما بدكم تشتروا الاوكتا بوكس او بدكم تشتغلوا على الامبريلا او على الريفليكتر الصغير لحاله. هلا بالنسبة للأبيتشر أمران 60D أعطاني على الضوء لحاله مع الرفليكتر على مسافة متر F29، مع الأمبريلا أعطاني F13، وهسه مع الأوكتا بوكس أعطاني F9. أنه غريب جدا، يعني المفروض الاثنين 60 واط، بس الصراحة في اختلاف بالطاقة، يعني 60X أقوى تقريبا باور على الرفليكتر لحاله، يعني إحنا بنحكي من F72 F29. فبدنا ننتبه لشغله انه مش دائما ال 60 واط ال 100 واط هي بتدل على قوه الضوء، يعني الاثنين المفروض انه 60 واط هم بيسحبوا 60 واط، لكن ال 60X بيعطي طاقه اكثر. هلا بالنسبه لللايت فورس 60B ما راح اقدر اختبر عليه الامبريلا او الاوكتا بوكس، راح اختبر عليه الريفليكتر اللي بيجي معاه لسببين. الاول انه اصلا ما بقدر اركبهم، وثانيا اظن اللي بده يشتريه ما راح يشتريه وبعدين يجيب ادابتر ويركب عليه باونز ماونت، الا اذا كان عنده اصلا وبده يركب عليه باونز ماونت. فمشان هيك بس راح اختبره على الريفليكتر اللي موجود معه. فحاليا انا حاطه على فول باور، فعلى اعدادات شتر 1:50 ايزو 800 طلب مني فتحه 22. هلا بالنسبه للجادوكس اس ال 60 على الريفليكتر لحاله اعطاني فتحه 20، مع الامبريلا اعطاني فتحه 11، وهسه مع الاوكتا بوكس اعطاني فتحه 8. هلا بالنسبه للجادوكس اس ال 100 مع الريفليكتر اللي اجى معاه بالكرتونه اعطاني فتحه 22، مع الامبريلا اعطاني فتحه 11.2، مع الاوكتا بوكس اعطاني فتحه 9. هلا اجى وقت الاي ماكس ال 160 برو، بس بدنا ننتبه لشغله انه بكرتونته ما بيجي معاه لا ريفليكتر ولا اوكتا بوكس ولا اي شيء، بيجي بس راس الاضاءه لحاله. فانت بعدين بدك تشتري له ريفليكتر
او اوكتا بوكس لانه ملوش مدخل امبريلا عليه. فانا راح اقيس قوته مع تو لايت موديفايرز اللي هم الريفلكتر العادي الطبيعي الزبديه اللي احنا بنحكي له والاوكتا بوكس 90 سم. فمع الريفلكتر اعطاني فتحه 18 ومع الاوكتا بوكس اعطاني فتحه 5.6. هاي هي الاضاءه المناسبه، لكن شوف قد ايه المسافه بدها تكون بينك وبين راس الاضاءه 70 سم. بعتذر طولت عليكم بهذا الفيديو، دائما بحاول اخلي فيديوهاتي اقل من 10 دقائق حتى الناس ما تمل، لكن هذا الفيديو مهم جدا. هذا الموضوع الإضاءة COB مهم جدا للجميع، خصوصا اللي بدي بلش جديد وطلابي بدي تنتبه لهذا الاشي، لانه انت بدك تبلش بإضاءة، هذا اهم اشي. بدون إضاءة ما راح تعرف تطلع صور ممتازة. فأتمنى أكون أفدتكم بهذا الفيديو باللي انت محتاجينه. لا يا ليو وين رايح؟ طب انت عجكتنا، عطيتنا 7 إضاءات، عملت مراجعة عنهم كلهم وحيرتنا ايش نشتري منهم. كل الاضاءات اللي حكينا عنهم سعرهم اقل من 200 دينار اردني. اذا انت مش فارقه معك السعر روح لاضاءات الابيتشر، هم الاعلى سعر وهم تقريبا المواصفات كلها موجوده فيهم. تتحكم فيهم التليفون، تقدر تركب عليهم بطاريه، الكواليتي تاعتهم عاليه، بيطلع منهم اضاءه كثير قويه، بيجي معهم شنطه والى اخره. اما اذا انت لسه بدك تبلش جديد بمجال الاضاءه وما بدك تدفع مبلغ كثير كبير، اكيد بنصحك تروح لاضاءات الجالاكسي SL60. اما اذا انت مصور وعندك معدات احترافيه بس بدك تجيب ضوء ثانوي، زي مثلا عندي اضاءه على الخلفيه، انا هلا مشغل الاي ماكس 160 برو. فانت حط في بالك هاي الصفات كلها. هلا اذا عجبت وقت ما تيجي تشتري رقمي دائما موجود على بروفايلي حبايبي، وبتقدروا تتواصلوا معي باي وقت قبل ما تشتروا المعدات وانا بنصحكم شو محتاجين لشغلكم. كمان مره بعتذر اني طولت عليكم، لكن الشكر الدائم لحبايبي وكام لدعمي ولو معاملتهم الخاصه لطلابي. اما بالنسبه للجائزه حبايبي راح يتم السحب بعد 24 ساعه من نشر هذا الفيديو. الفيديو راح ينزل اليوم على الساعه 3 بتوقيت الاردن 3 الظهر، وبكره الاربعاء راح يتم السحب الساعه 3 على الستوريات. فتذكروا تشاركوا المعلومه اللي اعطيتكم اياها وتمنشنوني حتى تدخلوا على السحب. لكن في طلب ورجاء خاص يا حبايبي، اذا انت عندك معدات وكل شيء تمام عندك بالاستوديو، رجاء ان تعطي هاي الفرصه لغيرك. في ناس اذا كسبت هاي الجائزه راح تغير شغلهم كثير لقدام. واخيرا وليس اخرا، تذكروا دائما انه كل شخص فيكم مبدع لكن بطريقته الخاصه. يعطيكم العافيه حبايبي، مع السلامه.